اكتشفنا بوقت مبكر وهذا كل العالم صارت تعرفه، انه كل الأنظمة الدكتاتورية، كل الأنظمة القمعية، كل الأنظمة المافيوية، كل الأنظمة اللي بتسحق الفرد باسم رعاية المجموعة، رعاية المجتمع ومصلحة المجتمع اللي هي أهم من مصلحة الفرد، وما في مشكلة إذا سحقنا أي عدد من الأفراد في سبيل الحفاظ على مصلحة الفرد. هدول التجمعات، تجمعات من هذا الشكل اللي هي الأنظمة الدكتاتورية الشمولية المافيوية، اكتشفنا إنه كلياتهم متعاطفين مع بوتين اللي عم ينال من دولة ذات سيادة تقول أنا أدافع عن نفسي ضد الاحتلال الروسي. طيب عذرا على هذا جعل